بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في أول حلقة من برنامج إيه الحكاية مع شاهندة. برنامجنا هيناقش كل حكاية تهمك في الشارع وفي البيت وفي شغلك وبيتك، هنكون معاك في كل مكان. وأكتر حاجة بتشغل بال كل الناس هي إزاي تظهر بشكل جميل وجسم أنيق، عشان كده فضلت أول فقرة تكون عن الرياضة والرشاقة. وطبعا ما لقيتش أفضل من كابتن خالد جمال، هيتكلم معانا في مجال الرياضة والتغذية. أهلا بيك يا كابتن. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. اولا كده عايزين نعرف يعني ايه دايت. هو معنى كلمه دايت منتهى البساطه والسهوله، مش لازم انا اروح لدكتور واقول له انا عايز اعمل دايت بسهوله جدا. معنى كلمه دايت ان انا اقلل الاكل اللي داخل لي او اقلل السعرات الحراريه اللي داخله جسمي. يعني كل واحد منتهى البساطه لو راح عمل ان بودي جهاز كده في اي صيدليه هيعرف السعرات بتاعته اليوميه. انا عايز اقل النسبة الطبيعية، ان انا اقل، ما اعملش دايت قاسي ولا حاجة، لا اقل بس 500 سعر حراري من السعرات اللي داخلة جسمي. يعني انا لو لقيت يعني مش لازم مسلوق، مش لازم مشويات، يعني ممكن ياكل من نفس الاكل بتاع البيت بس بكميات اقل. الاكل الصحي والاكل اللي مش صحي ملوش علاقة بالتخسيس والدايت. هو ليه علاقة بس بالصحة. يعني ممكن اكل اكل صحي، اكل تفاح كتير قوي لاقي نفسي تخنت. وممكن اكل عشان حسب السعرات، هي لازم تبقى جسم محسوبة يعني بس. تمام، اوكي. عشان كده في ناس بتعمل رجيم اسمه رجيم السعرات، تمام، وبرضه بتخس. ما هو يعني هو متهيألي مدارس كتير في ناس بتقول لا لازم سعرات عادي، ممكن اكل اي اكل وبكميه قليله واخس، وفي ناس بتقول لا لازم مشويات ومثلا مسلوق وحاجات زي كده. يعني فده بيخسس وده بيخسس، ده بيخسس وده بيخسس، على حسب نظام الدايت اللي انت ماشيه عليه. طيب تمام. ايه بقى الحكايه بتاعه الميزان؟ برضه دي شغله بين ناس كتير، ان انا ممكن افضل اخس في الشكل واجي اقف على الميزان الاقي ان انا لا مش خاسه، او بالعكس ممكن اكون زايده في الوزن، فده بيزعج برضو ناس كتير. ده بيحصل في حاله ان حد بيتمرن حديد او بيتمرن تمارين مقاومه، فده بيؤدي ان انا نسبه العضلات عندي بتزيد، وطالما نسبه العضلات عندي زادت هلاقي جسمي بيعمل فورمه وبيعمل شيب ويترسم، بس العضلات بتوزن على الميزان اكتر من الدهون كمان. تمام. موضوع العضلات ده برضو يشغل ناس كتير، مثلا البنات بتبقى خايفه تشيل اوزان، بتفتكر ان كده جسمها هيبقى زي الرجاله، فبرضو دي معلومة. يعني احنا بنحاول النهاردة نصحح حاجات مغلوطة، يعني مفاهيم مغلوطة عند البعض. يعني بس حاليا النسبة اللي لسه تتكلم ان الحديد هيخلي زي الرجالة دي نسبة قليلة قوي خلاص. يعني معظم البنات فهمت ان انا لازم اتمرن حديد علشان ارسم جسمي واعمل فورمة واعمل شيب وازود الحرق. ده في الاخر ولا في بداية وانا جاية اخس؟ من البداية. يعني واحدة وزنها 90 كيلو مثلا، دي من البداية تلعب اوزان مع مثلا ماشي مع تمرينات كله مع بعضه؟ تتمرن كل حاجة، تتمرن كارديو وفيتنس وطباطا وزومبا وايروبكس وحديد وكل حاجة، بس لو عندها مشاكل في الركبة عشان وزنها العالي بلاش تمارين سكوات، بلاش تمارين تنطيط، وتتمرن اي حاجة غير كده. تمام، اوكي. طيب بالنسبه معلش، في ناس دلوقتي برضو مش قادره تنزل التمرينات في الجيم، تمام، ممكن تتمرن وترسم جسمها من البيت؟ هو الجيم مش مرتبط باي حاجه، هو الجيم بس مكان علاقة. تجمع، ممكن حد بيشجع، مكان بيشجعني، مكان فيه اجهزه، مكان فيه ناس بتتمرن، انما انا ممكن ارسم جسمي واخس واعمل شيب واعمل كل حاجه في البيت، مش هحتاج غير ان انا اجيب مثلا دمبلز 2 او 3 كيلو كل ايد. تمام. واتمرن بيهم كل عضلات جسمي وارسم جسمي، ولو مش متاح ممكن ابتدي بازازتين ميه لتر ونص كل ايد. تمام، كويس. ويعني للي مش مقتدر ماديا انه يجيب دامبلز او قاعد في حته نائيه ولا حاجه، يبتدي بازازتين ميه يتمرن بيهم كل عضلات جسمه، وتبتدي تعمل التمرينات، وتبتدي تتمرن كل عضله مره او مرتين في الاسبوع بسهوله. طيب. جدا. ده كده مع نظام غذائي، لازم في تقليل الاكل، ده مبدئيا ما ينفعش ان انا اعمل الكلام ده وانا باكل عادي. الهدف ان انا يعني عشان اخس لازم نظام لازم الاكل، لازم الاول نظام غذائي. لو انا بتمرن كل يوم ومن غير نظام غذائي مش هخس، الاساس في التخسيس هو نظام الاكل. طيب ايه رايك في النظام الاكل السريع، يعني الدايت السريع، يعني طول اليوم باكل تفاح او طول اليوم باكل خيار؟ تمام. اللي هو بيتقال عليه كيميكال. تمام. ده راي حضرتك. الدايت ده في ناس بيعملوه بس عشان انا عندي مناسبه بعد 3 ايام ومحتاج انزل وزن سريع. فالدايت ده مضر لان هو بيتعب البشره، لان بيمنع عن الجسم فيتامينز ومينرالز وحاجات كتيره وحاجات هو محتاجها، فالجلد بيبوظ وبيحصل سيلوليت وبيحصل تشققات وبيحصل سواد تحت العين وضعف، ممكن الشعر يقع كمان. ده فتره شهر مثلا، بتقول لك انا هعمل كده شهر بس او 10 ايام. شهر ده كتير، انا بقول لازم تعمله 3 ايام مثلا تعمل دروب، وبعد كده يعني معنى ان انا انزل، اللي نزل ده مش دهون، اللي نزل ده ميه اصلا يعني.
بس هي عايزه، ومتهيألي لو كلت تاني هترجع، هترجع اكتر من الاول، هترجع اكتر لان هي كده ما عملتش رجيم متوازن. لا هي نزلت بس ميه من جسمها ونزل على الميزان، فهي كده فكرت ان هي خست. بالظبط يعني تمام. بالزبط. طب ايه افضل رجيم الناس تتبعه يعني؟ والله حاليا هي انظمه اللو كارب، هي يعني هي اللي سايده، وهي اللي بتجيب نتيجه ممتازه جدا. معلش نوضح للناس اللو كارب يعني. اللو كارب معناه زي الناس سمعت عن الكيتو دايت، عن الكرطاي، عن انواع كتير بتتكلم، انواع كتير. اهم حاجه ان انا بقلل الكربوهيدرات جدا، كربوهيدرات زي الرز والمكرونه والعيش. تمام تمام. امنع رز، مكرونه، عيش، اي حاجه فيها دقيق ابيض، سكريات، دي ممنوعه نهائي. وزود الكربوهيدرات المعقده زي الخضار، الفاكهه طبعا لا برضو. يعني هيقول لك هناكل ايه؟ لا هتاكل كل انواع البروتين، مفيش اي مشكله هاكل فيها. هاكل بروتين ايه يعني؟ عايزين مثل، هاكل ايه يعني؟ الناس العاديه البسيطه كده اللي بتتفرج علينا هتاكل ايه؟ تاكل بيض، تاكل لحمه، فراخ، كبده، كبد وقوانص. لو حد نباتي او الاخوه المسيحيين ممكن مشروم، كينوا، بروكلي، كل دي بروتينات. اي بروتين، ماشي سمك تمام، ده بكل بروتين معاه خضار ومعاه مثلا، مع كل انواع الخضار. يعني انا بقول كل انواع البروتين الخضار. وكل انواع الخضار وتاخد دهون نافعه، دهون نافعه بمعنى مش دهون نباتيه، دهون نافعه زي السمنه البلدي معلقتين، او زبده بلدي، او زبده جوز الهند، او زيت زيتون. اي نوع زبده يعني على اصلها، ما حصلش فيها اي، مش مهدرجه، ما حصلش فيها اي تمام. عمليات تمام. وبالنسبه للرز ممكن اخد منه بسيط، او المكرونه، في انظمه دخلت ممكن تدخل رز او الشوفان. وفي انظمه لا. لا اللي هو بروتين وخضار بس، بروتين وخضار ودهون، ودهون لكن فاكهه لا. ومع ذلك الانظمه دي مش قاسيه قوي. يعني حد يقول لي انا عايز اكل حلويات، طب ما تعمل كل الحلويات اللي انت عايزها بسكر دايت ويعمل حلويات، مفيش اي مشكله. يعني ليها طرق كتير قوي. اللي عايز هيعمل، اللي بقى مستصعب خلاص، ما انت في الاول وفي الاخر انت اللي مستفيد مش غيرك. تمام اوكي. طيب دلوقتي لما انا في البيت، دلوقتي انا جبت مثلا دامبلز وعملت التمارين دي في البيت، تمام. هتاخد مني وقت طويل يعني، ولا انا عشان في البيت مثلا هتطول معايا، ولا لازم انزل برضو اتمشى؟ لا هي مرتبطه بنسبه الدهون في جسمك. يعني عشان يبتدي جسمك يبان عضلاته ويترسم، لازم نسبه الدهون تبقى من 18 ل 25، دي النسبه الطبيعيه. اعلى من كده هتفضل جسمك يترسم بس تحت الدهون. فكل ما الدهون تنزل كل ما تلاقي الشيب اترسم اكتر. فالموضوع مرتبط بنسبه الدهون. نسبه يبقى في الاخر مرتبط بالانبادي، ان انا اعمل انبادي اعرف نسبه الدهون قد ايه. تمام. ونسبه العضلات لو قليله برضو مش هتلاقي الشيب اترسم، لازم تبقى في النسبه الطبيعيه في الاربعينات. طب والعضلات دي ممكن اقويها من البيت؟ ما هو تمارين المقاومه دي عشان اقوي العضلات من البيت ممكن. ما هي الدامبلز دي تمارين المقاومه والحديد، هتبقى عشان كفايه. انا قصدي غير الجيم فيه اجهزه كتير كافيه جدا، ولو حسيت ان الوزن بقى خفيف عليا خلاص العضله مش تستجيب، ازود الوزن بالتدريج. تمام كده انا بزود. طب بالنسبه اللي عايز يزود يعني الجزء المنطقه التحتانيه اللي هي الرجل، انا ماسكه الدامبلز في ايدي، طب الجزء التحتاني ده اقويه ازاي؟ تمارين السكوات، بشيل الوزن وانزل بيه تمارين السكوات بكل تمارينها، بكل يعني. التقلي. دي هي بتشغل كل النص السفلي. طب يعني ممكن حد يعمل كل ده في البيت والعضلات؟ انا سيرتيفايد فيتنس ترينر وبتمرنش غير في البيت. تمام. يعني انا يعني نموذج اهو، مش لازم جيم. بس في ناس كتير عندها اطفال مش عارفه تنزل، في ناس كتير مثلا ماديا مش قادره تروح، فاحنا برضو بنوضح ان ممكن من البيت ان احنا نوصل لهدفنا يعني. ممكن جدا. انا عامل قناه على اليوتيوب تعملي كل بيرفكت شيب ات هوم، بيرفكت شيب ات هوم، كل حاجه في البيت تعملي شيب بيرفكت كل حاجة. تمام. طب بالنسبة للمشروبات الحارقة برضو عايزين نعرف ايه صحتها؟ لا هو مفيش حاجة اسمها مشروبات حارقة، هو في حاجات بتعلي الحرق وتبقى نسبة بنسب ضعيفة. يعني انا مثلا عامل نظام غذائي وبتمرن، اخد حاجات بقى تعلي معايا برضو، يبقى ماشي الشاي الاخضر والجنزبيل والفئل. جميل جميل. بتعلي بس بنسب قليلة جدا، ما حدش يقدر يعتمد يعني عليها في التخسيس. مش اعتماد لا. يعني في ناس اسمح هتقول شاي اخضر ده انا شربته خسيت، ما فيش الكلام لا. هي هو الشاي اخضر برضو بيرجع مرجعنا تاني، الشاي اخضر من مديرات البول زي القهوه زي الحاجات اللي فيها كافيين. فنزل الميه، نزل الميه مش اكتر. فلما نزل الميه نزل على الميزان، فافتكروا كده ان هم يعني هي الفكره كلها ان انا ما اعتمدش على الميزان. الميزان ده بيوزن كتله عاميه، شعر وجلد ودهون ولحمه وكل حاجه، فانا اوزن عليه ليه؟ ده مش بيوضح لي حاجه. انا عايز اعرف انا يعني ماشي ازاي اعمل انبادي اول واخر كل شهر. تمام صح كده. الو 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 الو، مع حضرتك اتفضلي. اي بصي حضرتك، انا كنت بس عايزه اسالك كابتن في حاجه. اتفضلي، معلش علي صوتك شويه.
ممكن أسأل الكابتن في حاجة؟ اتفضلي حياتي معاكي. بصي يا كابتن، زي حضرتك الأول. الحمد لله، الله يخليك. تسلم. أنا أولا متابعة حضرتك على الفيسبوك، على البيج اللي حضرتك عاملها. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. لو سمحت كنت عايزة أسأل حاجة. حضرتك كنت منزل بوست اللي هو أمنع عيش وأمنع عيش وأمنع سكر وأمنع فاكهة، تمام؟ تمام تمام أنا دلوقتي عايزة أنزل دهون بس، وانا مش حاسه ان جسمي بينزل دهون، مع ان انا كنت ماشيه مع دكتور دايت قبل كده وخسرت 20 كيلو، بس انا جسمي زي ما هو لون مربع مش مجسم. جميل. فانا عايزه اعرف انا عامل ايه. طيب تمام. علشان انت لو عملتي زي ما قلت لك، ماء عيش وسكر وفاكهه، الفاكهه دي بس انا عندي مرتبطه بالكرش. سكر الفركتوز بيسود الكرش، يعني اي واحده عندها بطن عاليه تمنع فاكهه نيه هتلاقي بطنها بتنزل. اي فاكهه يعني، حتى التفاح والجوافه الحاجات اي فاكهه اي فاكهه، ما حدش يقول لي فاكهه اصل فاكهه دي سكرها قليل، مش عارفك ان سكرها قليل. يعني او هتخش الجسم تتخزن فين. هي سكر الفركتوز هو بيتخزن في البطن. المهم هي حاسه ان جسمها مربع، يبقى انت ناسبك جدا 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 تمارين المقاومه، تمارين الحديد. هي دي اللي هترسم جسمك بقى، نزول نسبه الدهون بالتزامك بمنع العيش والسكر والفاكهه. ممكن نستخدم سكر الدايت بديل عن السكر الابيض. هو ده البديل الوحيد، سكر دايت مش سكر فراكتوز. سكر دايت او عسل ممكن؟ لا، العسل ولا عسل ابيض؟ العسل طبعا فيه شفاء للناس وكل حاجه، بس فيه سعرات، مش مناسب للناس اللي عايزه تخس. بس في ناس مش بتحب طعم العسل، طعم السكر الدايت. في انواع كتير من سكر الدايت، في انواع كويسه جدا ما فيهاش مراره وما فيهاش حاجه، ما فيهاش اسبرتام كمان، يعني الناس اللي بتخاف من الاسبرتام مثلا يقول لك ده بيجيب سرطان ولا حاجه، لا هو عامه اصلا ما بيجيبش. بس حتى لو انت مش عايزاه، في انواع تانيه من سكر الذره. بدون سعرات حراريه، يعني انت اجابه سؤالك اتمرني حديد حتى لو في البيت. تمام. اوكي، معايا مداخله. الو الو. ايوه اتفضلي. مبروك على البرنامج الاول. الله يبارك فيك يا حبيبتي. وكنت عايزه اسال الكابتن سؤال، ممكن؟ اتفضلي الكابتن معاكي. لو سمحت يا كابتن، دلوقتي انا جسمي حسان هو واقف، انا بعمل دايت طول الوقت في بروتين، تمام، وبس ما بعملش رياضه، بنزل الشغل وانا لما بشتغل بعمل مجهود جسدي قوي، يعني مش مثلا قاعده على مكتب او كده، تمام، بس جسمي واقف ما بيتحركش خالص وانا طول الوقت عامله دايت بروتين. دايت بروتين بالظبط، طول الوقت بروتين دايت، تمام، بس ما بينزلش، لو نزل كيلو يطلع تاني، لو نزل كيلو يطلع تاني، بس ثابت مش عاوز يتغير. معلش يعني ايه عامله دايت بروتين؟ بتاكلي بروتين بس؟ بروتين بس، تمام، كارنيفور يعني، ماشي على دايت كارنيفور من غير اي حاجه. انت سامعاني؟ الو. نعم الو. انت ماشي على كارنيفور دايت؟ لا، بروتين دايت اللي هو باكل بس بروتين، منع الكربوهيدرات، منع السكر. ايوه ما انا فاهم، انا فاهم، ده اسمه كارنيفور. تمام تمام. جسمك ما بينزلش، تمام خالص، وانا مش بعمل رياضه، بس انا شغلي، طبيعه شغلي ان انا بتحرك كتير. جميل، انا هعتبر تحركك الكتير ده ان انت بتعملي رياضه، تمام، بس انت جسمك ما بينزلش، انت اكيد لو عملتي تحليل فيتامين د هتلاقيه قليل في جسمك، لان انت ما بتاخديش دهون، فمعنى انت ما بتاخديش دهون الجسم ما بيمتصش فيتامين د نهائي، ما بيمتصش فيتامين د مش هتخسي لو عندك نقص في فيتامين د عن الطبيعي، فلازم تدخلي دهون في اكلك، دهون صحيه، يعني لو هتاكلي مثلا لحمه كليها بدهونها، شكرا، فعشان تشيليها. لازم ادخل الدهون، الدهون هي اللي بتخلي اربع فيتامين اساسيه الجسم يمتصهم، منها فيتامين د. يعني ده عدم النزول بسبب انك ما بتاخدش دهون؟ ما هو بسبب انك ما بتاخدش دهون الجسم ما بيمتصش فيتامين د، الجسم ما بيمتصش فيتامين د مش هيخس، يعني اللي عنده فيتامين د اقل من النسبه الطبيعيه، النسبه الطبيعيه يعني مش هقول 20 هي 30، تمام، لازم يتابع مع دكتور عظام عشان يديله حقن يعلي النسبه دي عنده، ويمشي في الشمس وياكل دهون كويس عشان الجسم يقدر يمتص فيتامين د من الاكل اللي انا باكله. يعني انا حتى لو باخد، هو فيتامين د بيأثر على الحرق؟ طبعا بيأثر جدا، لو قل في الجسم ممكن اعمل كل حاجه وما اخسش. فهي عامله دايت، ممكن تلعب رياضه كل حاجه ومش عارفه هي ما بتنزلش ليه، مش هتخس. تمام. عاشت مثلا زي ما هي عامله كده مثلا على فراخ مشويه، تمام، برضو ما ينفعش، لازم تبقى مقليه او حاجه فيها دهون صحيه. تاخد دهون؟ لا مش مقليه، ما هتقليها في زيت مش صحي، تقليها في حاجه صحيه زي ما قلت لك، الزبده البلدي او سمنه بلدي. وفي ناس بتقول ان ازاي هاكل سمنه بلدي وزبده بلدي وهخس،
تمام. لا اللي بيخسس اللي يعني قصدي انا اسف اللي بيتخن الكربوهيدرات، الرز والمكرونه وكل النشويات دي مش الدهون خالص. معايا مداخله ونكمل. فايزه اتفضلي. الو. ايوه اتفضلي. بعد اذن حضرتك انا عايزه اكلم الكابتن. اتفضلي. اتفضلي. اهلا بك يا كابتن. اهلا بيك. انا عندي وزن 80 كيلو. تمام. علي الصوت شويه. معلش علي الصوت شويه. معلش علي صوتك يا فندم بعد اذنك. عندي 80 كيلو. تمام. وعندي حرارات في الفخدة كده وعندي كرش. تمام. حضرتك كام سنة؟ عندي 45. تمام. 45 يعني عندك 80 كيلو وعندك كرش، هي دي كل الحكاية يعني. أيوة. وعندي حرارات يعني في الفخدة وكده. عندك إيه؟ عندي في الفخدة يعني حرارات يعني كده سمنة. عندك سمنة؟ أيوة. طيب تمام يا فندم. حضرتك يعني بس عشان الكرش ده ينزل انا بطلب منك امنعي فاكهه لمده شهر. هاتي متر. هاتي المتر اللي هو بنعمل بيه الهدوم ده، بنقيس بيه المقاسات، وقيسي محيط بطن حضرتك. وامنعي فاكهه خالص، فاكهه وعيش وسكر. وبعد شهر قيسي تاني محيط بطن حضرتك وشوفي نزل قد ايه. لو لقيتيه نزل استمري على اللي انا قلت لك عليه ده لغايه بس ما تخسي، وارجعي تاني عيشي حياتك بصوره طبيعيه، بس حافظي على يعني ما تاكليش عيش كتير، السكر استبدليه بسكر دايت، الفاكهه كلها مرتين في الاسبوع بس، وهكذا. تحت امرك يا فندم. احنا عايزين نصيحه كده من حضرتك للناس اللي في البيت، ممكن تمشي على ايه؟ نظام مثلا تمشي عليه وتتمرن كل قد ايه؟ وقت قد ايه؟ نصيحه كده سريعه. فقرتنا للاسف انتهت، ان شاء الله لينا لقاء تاني باذن الله. تمام. هو بمنتهى البساطه والسهوله انت تقدري تعملي فورمه فورمه لجسمك، مفيش اعذار نهائي. انا ما عنديش اعذار نهائي لان يعني مفيش حد ما يقدرش. اتمرني حديد مرتين في الاسبوع، كل عضله مره او مرتين في الاسبوع لو تقدري مره. يعني عضله يوم السبت مثلا قولي عضله الباي، الحد عضله الصدر، الاثنين عضله الثلاثه، اعملي كده ورقه عليها على الثلاجه او على على المرايه بتاعتك، وكل ما تتمرني اعملي صح. مع تمرين كارديو. طب اتمرن كارديو ايه في البيت؟ اسهل حاجه جدا نط حبل. ما عندكيش حبل اعملي حركه نط الحبل من غير حبل، مفيش اي مشكله. في تمرين اسمه جامب جاك، اعملي جري في المكان، ده كله تحت مسمى الكارديو. ادخلي على النت اكتبي زومبا، رقصات زومبا، شغليها على اللاب او على الموبايل وتمرني زيها نص ساعه في اليوم. الموضوع مش مرتبط بجيم نهائي، مرتبط بان انت عايزه تعملي حاجه وهتعمليها في اي مكان. نورتنا يا كابتن، وان شاء الله لينا لقاءات تاني باذن الله. ان شاء الله بامر الله. وفرصه سعيده. انا اسعد. شكرا جزيلا. فاصل ونواصل.